السلام عليكم، أنا هو مصطفى وبراء. أنا هو داك السيد اللي نشرت صورته اليوم في فيسبوك في هاد العشية كاع، بالأخص نشر بزاف ديال لي باج، نشر التصاور تاعي بأنني داخل في القضية ديال الاختطاف اللي كاينة في طنجة، داك الدري اللي تختطف. أنا كنقول لهادوك الناس اللي كيبارطاجيو التصاور تاعي بأنني راه ماشي هو، بأنني راه ماشي داك السيد اللي كاين في داك الفيديو، راه ماشي هو أنا، وأنني أنا راه مشيت عند الأمن، ولاية الأمن كنت فيها نهار من بعد ما وقعت الحادثة. كنت أنا في الولاية تاع الأمن وشرحت لهم وجاوبتهم، وخداو المسائل تاعهم، وخداو التصاور تاعهم، وخداو البصمات تاعي، خداو المسائل تاعهم، تأكدوا بأنني ماشي هو الشخص المعني. أراك لي باج من بعد هادشي، لي باج تاع باج اللي خداو الكونت تاعي فيسبوك ودخلوا له وخدوا منه تصاور وكنشرهم بأنني أنا هو اللي اختطف داك العايل، وأنا ما مختطف حتى شي واحد. أنا الخدمة، الدار الخدمة، والناس دابايا كيتهموني أنني أنا اللي خديت العايل، وانا ما خديت حتى واحد. هما ما عندهمش مراعاة، ما كيراعيوش الشخص ولا العائلة تاعو ولا الناس اللي دايرين بيه، ولا هذا نخرجوا ليه على المستقبل تاعو، ولا نخرجوا ليه على حياته. هما ما كيهمهمش داك الشيء، هما صافي طلع هذا انا ندوزو بيه الوقت، ندوز بيه انا الوقت. ها انا باش ندوز الوقت. المهم دوك لي باج ندفع، ندير معاهم اللازم ان شاء الله. هذوك لي باج اللي نشرو التصاور تاعي ودخلوا للكونت تاعي، ان شاء الله نقدم بهم بلاغ لولاية تاع الامن تاع طنجة، وكاينه فيهم نيت ديك طنجة 24 حتى هي نشرت التصاور تاعي، يعني نقدم بهم بلاغ، وان شاء الله العدل ياخذ الطريق تاعو. وإحنا ان شاء الله انا ما خايف والو، لانني انا ما درتش، وانا مشيت عند الامن بنفسي وحكيت لهم مش كاين وهادي، وانا اصلا عندي شهود. وداك النهار فاش وقعت الحادثه انا اصلا كنت خدام، وعندي شهود بانني انا كنت خدام داك النهاريات، وداك الشيء اللي كاين. وانا كنقول لهاد الناس، هاد الناس اللي كيهزو التصاور وكيبارطاجيو هادي وهادي، واش انت تبغي يدير لك شي واحد هيداك؟ واش انت تبغي شي واحد يدخل لك الكونت تاعك ويبدا يهز لك التصاور تاعك وتصاور قدام؟ انا التصاور هذوك التصاور اللي تخدو في 2017 2016 2018، تصاور قدام تخداو كياخدوهم دابا كيلوحوهم في فيسبوك بانني انا هو داك السيد، وانا ماشي داك السيد، وانا مليح عليا هادشي عباطل. ودابا الناس اللي كيتحرقو الناس، وليدات الدكاك كيتحرقوا، الوالدين تاع داك الولد مساكن هما اللي كيتحرقوا. ما حنا ضحية، انا ضحية، ضحية ديال اجل المجتمع ديالنا، ما عندنا ما نديرو ليه. هادوك الناس هما اللي كيتحرقوا، وهادوك الناس هما انك فاش كتلوح واحد الخبر كيقولوا لك واه راه هو هذا واقيلا، وكتصدق انت هكا بحال كتضحك عليهم، انك كتبيع عليهم الوهم، وانت ما جايب لا خبر لا والو، انت عندك خبر زائف ما تيقنتيش وما بحثتيش في الخبر باش تكتشف واش هو حقيقي ولا ما حقيقي. انا بغيت نعرف هاد لي بال واش هما كيديروا الخدمه تاع البوليس ولا شنو، واش هما بوليس؟ هما راه ماشي بوليس، هما دي باج اللي كيوصلوا لي بلا ما نهضروا. المهم الله ياخذ الحق في اي واحد كان سبب في هادشي، داكشي اللي بنقولو.